مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. ان شاء الله المهم غادي يكون على هذا الجهاز ديجي كلاس اش دي 740 ميني. فيه المشكل غادي نوصلو 12 فولت ونجربوه ان شاء الله ونشوف شنو هو المشكل ونحاولو نصلحوه. نوصلو ب 12 فولت هنا المهم مشعل والو في الواجهه، يعني كاين فيه المشكل. المهم غادي نفتح الجهاز ونشوفو اشنو هو المشكل ان شاء الله. المهم هادشي ما عرفتش واحد مخربق في هادشي، نبدا نبز معاه باه يحلو كلشي. هاد البلاصه ديال الفيسات خسرهم. المهم غادي نحبس الفيديو حتى نحل الجهاز ونرجع ان شاء الله. المهم هو الجهاز بعد ما فتحته من الداخل شي واحد دار لي الشرج من هنا، يعني قطع لي هذا ديال هنا ما عرفت علاش، ربما ملي كيتحرك هذا. المهم ما عليناش، ماشي الموضوع ديالنا هو هذاك. المهم غادي نوصلو ب 12 فولت ونشوفو ان شاء الله. بسم الله. المهم غادي نعبر المدخل ديال 12 فولت ونشوفو. بسم الله نديرو ليه كويت 12 فولت كاين، نشوفو 5 فولت. 5 فولت ما كاينش، يعني حتى الفولت يدخل ما غاديش يكونو. 12 فولت كتجي الملف هنا ديال الإشارة. بان ليا هنا هاد الاي سي، هاد الاي سي الصغير بان ليا بحال نعم، يعني هدا محترق. هو هاد الاي سي هدا محترق. غادي نختار خاصيات ديال الجرس، ربما لدينا الشورت في خروج 5 فولت. ما كاينش، كاين الشورت هنا، يعني غيديرو هاد الاي سي الارضي وخروج 5 فولت. المهم اول حاجه غادي نديرها غادي نحيد هاد الاي سي اللي تحرق هنا هو، وديك الساعه نعبر بلاصه الاي سي نشوف واش باقي الشورت ولا لا، اولا نعبر الملف. المهم غادي نحبس الفيديو حتى نحيد هاد الاي سي ونرجع ان شاء الله. المهم هو حيدت داك الاي سي هو، يعني تحرق. المهم البلاصه ديال الاي سي هي هادي، واحد الرجل ديال الاي سي راه بقى هنا هو، نحيدو لاحقا بالكاويه ان شاء الله. المهم غادي نشوفو دابا، نديرو مرحله اخرى غادي نعاودو نعبرو بالجرس على هاد الملف واش غيبقى الجرس ولا لا. الا بقى الجرس يعني مشى البروسيسور، الا ما بقاش يعني نعم ما بقاش، يعني المشكل من هاد الاي سي. هاد الاي سي للاشاره اي سي دو 6 ارجل، يعني عنده 6 درجلين ماشي هذاك اللي عنده 5 درجلين. المهم دائما الطريقه باش كنلقاو البديل ديال الاي سي ما كيهمناش حنا الرقم ديالو ولا شي حاجه، المهم خصنا نعرفو غير المدخل ديال 5 فولت والخروج ديال فولت ديال هاد الملف، يعني ربما 3.3 فولت ولا 1.8 فولت ولا 1.2 فولت. والارضي يعني ثلاثه د الاشياء، اول شيء نبحثو على الارضي غادي يكون هذا واقيلا واحد من هادو، هو هذا ديال الوسط. وهنا نقلبو على دخول 5 فولت غيكون هنا ولا واحد من هادو. يعني هاد الاي سي كيخدم ب 12 فولت ماشي،
نعم كيخدم ب 12 فولت. قلت في الاول واش كيخدم ب 5 فولت، ولكن 12 فولت باش كيخدم. المهم استنتجنا بان الرجل الثاني هو العرضي، والرجل الخامس هو دخول 12 فولت، وغادي يكون الرجل السادس هو هذا هو خروج الفولت. غنديرو على هذا الملف من هذه الجهه هنا، نشوفو هذا الرجل هو اللي كيخرج 5 فولت لهذا الملف، ربما 1.8 فولت ولا 3.3 فولت. المهم غادي نشوف البديل ان شاء الله ونركبو ونرجعو ونشوفو النتيجة ان شاء الله. المهم دابا راه بدلت هذا الاي سي، هو المهم غادي نوصلو ب 12 فولت ونديرو شي قياسات ونشوفو. بسم الله، شوفو هنا 5 فولت. قلت انا واش 1.3 فولت ولا 1.8 فولت، هي هنا فاش غادي تكون 1، هنا فاش كاينه 1.3 فولت، مع ان هاد جوج الاي سيات راه كيخدمو ب 12 فولت، بجوج كتجي 12 فولت لهذا من هنا كتجي لهنا لهاد الرجل ديال الوسط هنا. هاهي وما كنصح حتى واحد يعبر 12 فولت في الاي سي، لان الا درتي الشورت معانا يعني يمشي هاد الاي سي ولا يقدر يمشي البروسيسور. انا راه عندي هادو رقاق، داكشي انا علاش كنعبر تما. المهم ما عليناش، كاينه 5 فولت 1.5 فولت، كاينه 3.3 فولت غادي تكون هنا، نعم 1.3 فولت كاينه هنا، شوفوا الاشاره 13 فولت كاينه هنا، نعم يعني كاين، نشوفو الواجهة، نعم الجهاز راه خدام وحتى الإشارة راه كاينة. حركتو هنا عاود شعل، يعني عاود خدم أو لا شعل. المهم ما عرفت أنا هذا اللي حل دار ليه واحد الشرج من هنا، عرفت شكون دار هاد الشي، لأن جبتو غير من الجوطية. المهم ما عليناش، المهم الهدف من الفيديو هو اصلاح الاجهزة، المهم تم اصلاح الجهاز. كنتمنى لكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.